حسبي الله ونعم الوكيل. تعرف الشريف هادو اللي كيحكمونا ماشي ناس، ماشي ناس غرب المغرب، واللي خرجنا من بلادنا واللي شتت عباد الله واللي تكفس على عباد الله. يا ربي تمسحوا من هاد الارض، يا ربي تمسحوا من هاد الارض، انك على كل شيء قدير. السلام عليكم اخواني المغاربه، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير، وكل شيء يكون بصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده من برنامج صحافه الشارع. ما نكذبش عليكم، رجعنا غارقا في الهم، في وسط هذا الجو المكتئب، في وسط هذا الظلام، في وسط هذا الوضع المرون، وزيد عليها حتى غلاء الاسعار. ما حيلتنا نهضروا على خوتنا اللي كيموتوا في غزه، ولا نهضروا على اللي كيموتوا في المغرب. ايه ما حيرتنا نهضروا على الناس اللي كيموتوا عرق بعرق في الحوز ورا الزلزال، ولا نهضروا على وفاه الطبيب العسكري. من اللي كتسمع طبيب مات وباقي لحد الان ما تفكش اللغز ديال الوفاه ديالو، لحد الان هاد الطبيب العسكري باقي حنا حايرين، اين خانه غنصنفوه فيها؟ مع من غادي نحطوه؟ واش غادي نحطوه مع باها ولا مع الزايدي؟ ولا نقتنعوا ونقولوا لا السيد مات موتة عاديه؟ كيفاش غادي نقولوا عليه مات موتة عاديه؟ هو كاين فيديو كيتسارى في مواقع التواصل الاجتماعي كيقول ما غاديش نخليهم يديوني حي. دابا السؤال المطروح، شكون هادو اللي باغين يديو حي وفين غيديوه؟ ما علينا، فهاد الحلقه ماشي هو هذا موضوعنا، موضوعنا هي الانتخابات في المغرب. دابا اي مغربي كان كبير ولا صغير، راجل ولا امراه، الا سولتي على الانتخابات في المغرب غادي يقول لك اين انتخابات. واش في المغرب كاين شي انتخابات؟ في المغرب كاينه مسرحيه كتمثل على 40 مليون مغربي. اجي بعدا نقول لك، واش بصح الانتخابات في المغرب غير مسرحيه؟ الجواب على هذا السؤال عرفتي شكون اللي غيجاوبك عليه؟ من خلال المعطيات اللي غنعطيك في هذا الفيديو انت غادي تجاوب راسك براسك. ايه انا مأكد من اللي غتسمع هذا الشيء اللي غنقول لك انت غتجاوب راسك براسك. اول حاجة، عمرك سولتي راسك علاش الانتخابات في المغرب ما كيهضر عليهم حتى شي واحد برا المغرب؟ علاش الصحافة خارج ارض الوطن، الصحافة الاجنبية ما كيهضروش على الانتخابات في المغرب؟ الا لاحظتي كتلقاهم ما مهتميش من اللي كتكون انتخابات داخل المغرب. دابا مثلا من اللي كتكون انتخابات في امريكا ولا في فرنسا ولا في شي دولة متقدمة، كتلقى كلشي كيتسابق على الاخبار، كلشي كيسيق الاخبار باللي ديك الدولة فيها انتخابات. كتلقى كاع الجرائد كيكتبوا، كاع الصحف كيكتبوا، كاع المجلات كيكتبوا، الصحافة الاجنبية والعربية كتهضر، العالم كله كيترقب، كتلقى مقالات كيناقشوا وكيحلوا وكيرصدوا الاجواء اللي غادي تدوز فيها انتخابات في ديك البلاد. اما اجي طلع لينا حنا حنيني ملي كتكون عندنا انتخابات في البلاد، حنا كيدوز عندنا داكشي سكوتي، ما كيجيب لنا حتى شي واحد الاخبار. ما تعرف واش عندنا انتخابات ولا عندنا عزو، الدار اللي مشيتي لها ديال اي مرشح كتلقى منصوبا فيها خزانات، والناس وسط دوك الخزانات جالسين على الماكل والشراب، جالسين كيزردوا. هادشي علاش انتخابات عندنا ما كيتسوق لهم حتى شي واحد؟ حنا انتخابات عندنا في المغرب مناسبه ديال الزرود والماكله والشراب، لا وكاله الانباء متبعه القضيه، لا فضائيات تلفزيونيه اجنبيه متبعين واش عندنا انتخابات ولا لا، حتى واحد ما كيهضر علينا. القضيه عندنا كتكون ناعسه بحال لا ما كايناش انتخابات في البلاد. علاش في نظركم العالم ما كيتبعش الاخبار ديال الانتخابات في المغرب؟ انا نقول لكم علاش. كيفاش بغيتي العالم يتبع الاخبار ديال واحد الانتخابات اللي هي هاد الانتخابات النتيجه فيها معروفه قبل ما دار ديك الانتخابات؟ عمرك تشوف شي بلاد اللي كتفتقد للديمقراطيه الاخبار ديال الانتخابات ديالها كيتبعها شي واحد؟ دابا مثلا مصر، مصر دابا فيها انتخابات جمهوريه، وريني شي واحد دابا برا مصر ولا حتى داخل مصر كيهضر على انتخابات اللي كاينه في مصر. ما غاديش تلقى مقال واحد مكتوب على انتخابات في مصر، واخا تلقى شي واحد كاع مسالي في قبو كتب مقال على انتخابات في مصر، انا مأكد حتى شي واحد ما غيقراه. دابا ياك انا ما عايش في مصر وما متبعش الاخبار ديال مصر، ولكن عارف باللي السيسي هو اللي غينجح في الانتخابات قبل ما دار ديك الانتخابات، ونقدر نمشي معكم بعيد، عارف حتى النسبة اللي غينجح بها السيسي في ديك الانتخابات. دابا السؤال اللي غنطرحوه، هي البلاد اللي ما كتكونش فيها ديمقراطية شنو فائدة الانتخابات إلا كانت فيها؟ غادي تقول لي باش يبينوا للمجتمع الدولي باللي كاين انتخابات وديمقراطية في ديك البلاد؟ غادي نقول لكم غير تهناو، اصلا المجتمع الدولي ما ممزكش ليكم، ما عارفكمش واش كاينين ولا ما كاينينش، ما متبعش اخباركم، ما مساليش ليكم، بلا ما تحتاجوا تضيعوا ميزانيه الدوله على انتخابات اللي النتيجه ديالها معروفه قبل ما تدار. انتخابات اللي ما كيكون صوت المواطن فيها هو اللي كيدير الفرق، بلا ما تحتاج ديروها، راه غير كتضحكوا الناس فيكم
وكتخسروا فلوس الشعب على شي حاجه خاويه. دوك الفلوس اللي كتخسروا على ديك الانتخابات اللي هي اصلا غير مسرحيه واللي كتخسروا على كثره الاحزاب بلا فايده، من الاحسن وفروا دوك الفلوس وصرفوهم على التعليم وتهلاو في الاساتذه، ولا صرفوهم على شي حاجه اللي غترجع بالنفع على هاد البلاد. هادي شحال في البلاد كانوا عندنا احزاب سياسيه قويه عندهم شرعيه، كانوا سياسيين كيتضرب لهم ألف حساب. دابا ما نعرفش شنو وقع، رجع من هب ودب كيدير السياسه في المغرب. بغيت نعرف شكون اللي قزب من الاحزاب السياسيه في المغرب ورجعهم على مقاصو، شكون عنده المصلحه في هذا الوضع اللي كنعيشوه حنا دابا. ما نكذبش عليكم، انا السياسيين في المغرب دابا كيجيوني بحال شي يد شريره وفيها الضفار. دوك الضفار كيقبش بهم داك الشرير حتى يوصل للمبتغى ديالو، ولا طوالو دوك الضفار وتوسخوا كيتقطعوا. راكم السياسيين في المغرب بحالكم بحال الضفار، ما عندكمش دور في الصراع. الدور ديالكم دابا هي تاديو الشعب، ولكن باش تنفعوا الشعب بشي حاجه والو، ما عندكم باش تنفعوه. اكيد هذا الكلام اللي غنقول دابا كلشي غيكون متفق معايا فيه. ثلاثه ديال الحاجات كيخليو اي انتخابات في العالم كيتبعهم كلشي. اول حاجه ملي كدار انتخابات في ديك البلاد، من مور انتخابات كيوقع واحد التغيير. اه كيتغير داك الشخص اللي في الكرسي، ماشي كيورث الكرسي، وملي كيتغير الكرسي اكيد غادي تتغير معاه حتى السياسه. ولكن انت وزهرك واش الامور كتغير الاحسن ولا الاسوء على حساب الظروف والمناخ والبلاد اللي انت عايش فيها؟ ملي دوينا على التغيير ما فيها باس نفتحوا واحد القوس. دابا في المغرب الا لاحظتوا كتمشي حكومه وكتجي حكومه كتحسوا بشي تغيير؟ والو، ما كاينش التغيير. الا بقيتوا عاقلين ملي كان البلوكاج الحكومي وما كانتش عندنا حكومه في المغرب، واش حسيتوا بشي فرق؟ اكيد كلشي غيقول لك ما حسينا بوالو، ما حسينا حتى بشي فرق. هنا شنو غادي تفهم؟ باللي الحكومه في المغرب ماشي هي اللي صايقه البلاد. شكون اللي صايق البلاد؟ ماشي مهم تعرف شكون اللي صايق البلاد، المهم عندي هي تعرف شنو هي ثاني حاجه اللي كتخلي الانتخابات ديال بلادك متبعها العالم كامل وكيتسنى النتيجه فيها. باش يتبع العالم الانتخابات ديال بلادك خصها تكون عندك دوله قويه عندها الثقل ديالها في العالم. بحال تركيا مثلا، تخيلوا معايا ملي كتكون انتخابات في تركيا، كاين شي صحفيين في المغرب كينتقدوا الانتخابات في تركيا اكثر ما كينتقدوا انتخابات في المغرب. اكيد دابا كلشي عارفني علاش كنهضر. ايه داك الصحافي اللي كيخلي اللي في السطل وكيخرج برا يطل. دابا عرفتي علاش الانتخابات في المغرب ما كيتبعها حتى شي واحد برا البلاد؟ الا كانت عندك دوله غير منشطه البطوله ما كاينش اللي غيتبع اخبار ديال الانتخابات في بلادك. وثالث حاجه اللي كتخلي العالم يتبع انتخابات في بلادك هي اللي سبقت وقلتها، هي خاص النتيجه ديال الانتخابات ديال بلادك ما تكونش معروفه، ما تكونش محسومه قبل. كون مأكد الا كانت النتيجه ديال الانتخابات ديال بلادك محسومه وكلشي عارفه حتى شي واحد ما غيتبعها. دابا تخيلوا معايا كون كانت الحمله الانتخابيه في المغرب ولا الاجواء اللي كدوز فيها الانتخابات في المغرب كيشوفوها الاجانب، انا مأكد دوك الناس كانوا غيموتوا يا اما بالضحك ولا غيموتوا علينا بالحسره. غير قول لي اش غيتبعوا؟ اول حاجه غيسمعوا وهبي كيقول من تحتيها، غيشوفوا التزوير عين باين، غادي يشوفوا الزرواطه والهرماكه في الحمله الانتخابيه، غادي يعرفوا باللي في هذه البلاد الا ما كانوش عندك البلطاجيه والله ما دير الحمله الانتخابيه. عاد عاوتاني غيشوفوا الفلوس عا كتشاير، ما كاينه غير 200 درهم كتشاير. على ذكر ال 200 درهم، انا كيجيوني السياسيين في المغرب بحال دوك القمار اللي كيدخلوا للكازينو، ما كاين غير قمر وتسنى زهرك شنو غيطلع لك. غير الفرق بين السياسيين واللي كيقمروا في الكازينو، هذوك اللي كيقمروا في الكازينو كيقمروا بفلوسهم، هذوك كيقمروا بحقوقنا وبفلوسنا وبرزقنا، بفلوس الشعب كيقمروا. غير هي واحد الحاجه باش نكونوا متفقين، في الانتخابات في المغرب ماشي كلشي اللي كيعطي الفلوس كينجح، كاين مرشحون اللي فركتوا فلوسهم ديال بصح وما نجحوش. كاين شي ناس كتسولهم في المغرب كتقول لهم علاش ترشحتوا، كيقول لك انا دخلت للسياسه غير عكس. دابا البلاد اللي كيترشح فيها واحد وكيقول لك انا داخل انتخابات غير عكس، هاد البلاد غتفرح ليها؟ راه السياسي خصو يكون حامل الافكار، يكون حامل المشروع. وحنا كنقولوا علاش القضيه في البلاد معكسه، قول لي الناس اللي كيدبروا شؤوننا داخلينها غير عكس وجبها. ملي كتكون عايش في واحد البلاد انتخابات فيها غير مسرحيه، كون مأكد ما غاديش تتمتع بابسط حقوقك، ما غاديش يكون عندك تعليم في المستوى، كتشوف حتى تعيا وكتقول ما عندنا ما نديرو. هذا هو المغرب، هذه هي البلاد اللي البترول كيرخص في العالم كامل وحنا كيبقى عندنا غالي. هذا هو المغرب اللي فيه الاسعار غلى اكثر من روسيا واوكرانيا اللي عندهم الحرب. ايه بصح حنا ما عندناش الحرب، ولكن الحرب اللي عندنا في المغرب حرب مصالح. هذا هو المغرب اللي فيه دكاتره واساتذه كل عام كيخرجوا في مظاهرات هازين لافتات باش يلفتوا نظر المسؤولين باللي الوضعيه ما عاجباهمش، ولكن
حتى شي واحد ما مسوق عليهم، حتى شي واحد ما ممزك عليهم. سير هضر انت حتى تموت، ما كاينش اللي يتسوق لك. هاد البلاد ما فيها تعليم، ما فيها علاج، ما فيها ديمقراطيه، ما فيها حياه سياسيه، ما فيها اعلام، ما فيها صحافه نزيهه، وما عندناش حتى مجتمع مدني. ما عندناش مجتمع اصلا. واش المجتمع اللي كيستسلم قدام 200 درهم ديال مرشح في انتخابات غنسميه مجتمع؟ غادي تقول لي ماشي كلشي كيشد 200 درهم. ايه ماشي كلشي، ولكن داك المرشح اللي كينجح كيولي في يده كلشي، كيولي يتحكم في كلشي، كيرجع بين يديه كلشي، كيرجع يتحكم في اللي صوت عليه واللي ما صوتش عليه. كاين اللي في التعاليق كيقول لي يا طالب ما تعطيناش الهضره، اعطينا الحل. واش دوله بمؤسساتها وبثرواتها عاجزه تعطيك الحل وجاي تقلب على الحل عندي انا، جاي عندي انا باش نعطيك حل؟ سير اخويا عند هذوك الصفحات اللي مخرج لك البارح نقاش فارغ صانع منه موضوع، قال لك فاتي جمالي قمعة زياش، وناسين باللي راه كاين 40 مليون مغربي مقموع. كتلقى بنادم مقاتل بالليل وبالنهار غير باش يهرب راسه وولاده من الجوع. في العوض ما يكون نقاش في المغرب اللي داير في مواقع التواصل الاجتماعي هو وفاة الطبيب العسكري، ولا وليداتنا اللي باقي لحد الان وما كيقراوش، الاضراب ديال الاساتذه، ولا داك التسجيل الصوتي اللي كيدور في مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيه واحد الشخص اللي ما معروفش اللي كيوصي الناس اللي غيقدموا الدعم لوليدات المغاربه، كيقول ليهم اللي دخل شي قسم يصور، وإلا كان شي حيط مشقوق ما يصوروش. بغيت نعرف هاد الناس علي من باغين يخبعوا الحقيقه؟ الا كنتو باغين تخبعوا علينا حنا الحقيقه، حنا راه عارفين كلشي، ما عندكم ما تخبعوا علينا. الاخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير الله يجازيكم بخير. اللي يلتحق بالمؤسسات يضرب التصاور يصور، يجي من وراء الوليدات يصور، صور الوليدات من اللور والصبوره، وشي قسم الا كان شي قسم الا كان خاسر ولا مقشر بلا ما يصور يتفادى هذاك البلاصه الله يحفظكم. دابا الغريب في الامر في التسجيل الصوتي كتقولوا صور وانشر، وديك الاستاذه اللي نشرات فيديو كتشرح فيه للتلاميذ ديالها علاش وقفتوها وحبستوا عليها الاجره؟ غير قول لي واش كاين شي تناقض اكثر من هذا؟ الله يجازيكم بخير. المهم التصاورات الله يجازيكم بخير يكونوا نقيين وصافي الله يحفظكم. غير هي واحد الحاجه، داك الصوت ماشي بعيد يكون مفبرك. الا كان هذا الشيء بصح مفبرك، صاحب هذا الصوت ما عنده حتى شي علاقه بقطاع التعليم، راه خصو يتعاقب. ايه خصو العقاب، حيت بحال هذا التسجيل الصوتي كيخلينا نحقدوا على البلاد اكثر ما حنا حاقدين. ودابا غادي نكون وصلت لنهايه هذا الفيديو. كان معكم داك خونا اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي، ها هو مشى عمي.